هو يعني يعني يركز على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص للعمل للمواطنين العراقيين. ونعرف أنه هذا يقتضي ثلاثة أشياء: أولا حملة لمكافحة الفساد حملة فعالة، بعدين خلق بيئة أفضل للعمال خصوصا إزالة التأخر في المدفوعات لبعض الشركات والمشاريع الموجودة الآن، وإن شاء الله الارتفاع النسبي بالأسعار النفط وانتهاء الحملة العسكرية على داعش. هذا سيفسح المجال لإزالة يعني المتأخرات. يعني هذا شيء مهم، هذا رسالة واضحة على فكرة من الرجال الأعمال في بريطانيا الأسبوع الماضي، قالوا إذا الحكومة تدفع فنحن جاهزون للمجيء إلى العراق لتمويل المشاريع. وبعدين إزالة البيروقراطية، نحتاج إلى فحم حقيقي للاقتصاد الحر وإزالة البيروقراطية حتى للحصول على تأشيرات يعني دخول العراق للرجال الأعمال والمستثمرين. وأنا مقتنع أنه إذا نركز كلنا الشركاء الرئيسيين للعراق والحكومة العراقية والمحافظات يعني فعلا سنحقق يعني أشياء ممتازة في الفترة المقبلة. ونود أنه المواطن العادي العراقي في كل المحافظات يلمس شيء يعني إيجابي في حياتهم من هذه الشراكة. العراق نجح في السنوات الماضية في بناء شراكة يعني ممتازة مع بريطانيا وكثير من الدول في العالم شرقا وغربا.